محمد سيد الكونين أنت لنا يا حبيب يا طبيب يا رسول الله سيد الكونين أنت لنا بشر عليه وجاه مصر يحتسب أتوت نورا على الدنيا ومكرمة يخفك الخير والإحسان والكرم أتوت نورا يا حبيبي يا رسول الله صلوا عليه عليك أنزل وحي الله في بلدي يا البشائر دحوا نحوها الأمم فأنت ما شرف الدنيا بطلعته يا حبيبي فأنت ما شرف الدنيا بطلعته ومدحه في عمى الدارين ما تشهر صلى عليك الله الهدى ما لاح نشمت بمحيا صلوات الله تغشى ما بدأ
الفاتحة إلى حضر حبيبنا شفينا قرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين وأولي العزم الرسل أجمعين خصوصا لروح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء مدنا سلبا إلى يوم الدين وإلى حضر سيدنا إبراهيم الخليل سيدنا موسى الكريم سيدنا إسماعيل سيدنا إدريس سيدنا عيسى سيدنا خاضر سيدنا إلياس على نبينا عليهم أفضل الصلاة والسلام. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. إلى حضرة حبيبنا شفينا قرة عين سيد سادة محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه بارك وسلم وجميع إخوانه من الأنبياء المرسلين وأولي العزم من الرسل أجمعين، خصوصا لروحبنا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء متنا سلبا إما لم يلم الدين، وإلى حضرة سيدنا إبراهيم الخليل سيدنا موسى الكريم سيدنا إسماعيل سيدنا إدريس سيدنا عيسى سيدنا حاضر سيدنا إلياس على نبينا عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلى جميع إخوانه من الملائكة ملائكة المقربين القربين خاصة سادتنا جبريل ميكائيل وإسرافيل وإسرائيل وحملة العرش على نبينا عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلى جميع أزواج النبي أمهات المؤمنين خصوصا سيدتنا خديجة الكبرى سيدتنا عائشة الرضا وأولاد ابناتي خصوصا سيدتنا فاطمة الزهراء وعمام النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حمزة والعباس وهذه قوم آني وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والوهوديين والدرين جميع الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، وإلى حضرة الإمامين الكريمين سيدا شباب أهل الجنة سبطا خير البرية الإمام حسن بن علي بن أبي طالب محسن بن علي بن أبي طالب وذرية ملجأ من ساداتنا العلويين خاصة سيدنا الإمام علي زين العابدين إمام محمد الباقر إمام جعفر الصادق إمام علي الوريدي إمام محمد النقيب إمام عيسى الرومي سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى سيدنا عبد الله بن عبد المهاجر سيدنا علي بن عبد الله بن عبد المهاجر سيدنا محمد بن علي بن عبد الله بن المهاجر، وإلى حضرة سيدنا علي خالق قسم سيدنا الإمام محمد صاحب المربد سيدنا علي أبو الفقيه المقدم بن محمد صاحب المربد سيدنا علي أبو الفقيه المقدم سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروعهم جميع ساداتنا آل بعلوي أن الله يتغشاهم بالمغفرة يعلي درجاتهم بالجنة يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وأولهم من حياتهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الفاتحة. إلى حضرة حبيبنا شفينا قرة عيوننا سيد سادة محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وصحبه وبارك وسلم جميع الأولياء والعلماء الشهداء الصالحين والأئمة الراشدين جميع الصوفية المحققين أينما كانوا، إلى حضرة سلطان الأولياء العارفين سيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وسيد الشيخ أحمد الغزالي وسيد الشيخ أبي الحسن علي بن عبد الجبار الشاذلي وسيد الشيخ أحمد البدوي سيد الشيخ أحمد الرفاعي سيد الشيخ أبي الحسن علي بن عبد الجبار الشاذلي، وإلى حضرة سيد الشيخ إبراهيم الدسوقي سيد الشيخ محمد بن محمد بهاود النقشبندي البخاري الويسي، وإلى حضرة سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، وإلى حضرة سيدنا الحبيب عبد الله بعلوي وسيدنا الحبيب عبد الله الإدرس سيدنا الحبيب عبد الرحمن السقاف سيدنا عمر المحضر بن عبد الرحمن السقاف، وإلى حضرة سيدنا فخر الوجود حبيب الشيخ أبو بكر بن سالم حبيب حسين بن الشيخ أبو بكر بن سالم، وإلى حضرة قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس، وإلى حضرة قطب الغوث البد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم ومن في طبقاتهم، وإلى جميع الأولياء والعلماء في العرب والأجم في بلدتنا الإندونيسية خاصة لأولياء تسعة وسائر الأولياء والعلماء في هذه القرية، إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا خالاتنا مشايخنا مشايخ مشايخنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. على ما نوينا وعلى ما قصدنا مسحوبا بالرضا من الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ياسين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين 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 ياسين
والقرآن العظيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين فما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا عسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذر في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نخرجهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يعصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ما لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
مبشرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مديا ولا يرجعون فمن نعمر نقص في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عمل سيدنا أنعاما فهم مالكون وذللنا لهم منها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جهود محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ألم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن سلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل على يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا بنوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي حفظناك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد
محمد يا ربي واسكننا جنانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Yeah.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد اسمه أحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانع السانب عالم الكائن والبائن والزائن والذائب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحد الناطق والصامد والجامد والذائب يضرب بعدل ساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. لا بديعي والعجائب في دردي بدرجي بهذه القوالب خلق مخا عظما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم متلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. بسم الله
والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأولين المطالب فلرأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيون الغيائب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعود أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحانه وتعالى ممن كن أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وجل الأنصياء وأكرم الأبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قيل هو آدم قال آدم به أنيله أعلى المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوتك الحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجده بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأس الأصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويدخله جده ثم عمه شقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آله عيني لغير جمالكم لا تنظر عيني لغير جمالكم لا تنظر وسواكم فإذا لفظت ففي حديث جمالكم وإذا سكنت ففي أتفكر غبتم فغاب تواجدي عن ناظري عن ناظري غبتم فغاب تواجدي عن ناظري فلذلك عيشي
قدر حبي لكم طبع بغير تكلف يا سيدي يا سيدي يا سيدي حبي لكم طبع بغير تكلف والطبع في الإنسان لا يتغير صبرت قلبي عنكم فأجابني لا صبرني لا صبرني لا صبرني لا 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 صبرني لا أصبر لا صبرني حتى يراكم ناظري وعلى محبتكم أموت وأشعر صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبي لكم طابع بغير تكلف ألم يردك الرحمن في سورة الضحى ألم يردك الرحمن يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي 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 يا حبيبي ألم يردك الرحمن في سورة الضحى وحاشاك أن ترضى وفينا مؤذب أترضى يا أبا الزهراء أترضى يا أبا الزهراء أترضى أترضى يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي 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 يا حبيبي يا طبيبي أترضى يا حبيبي أن تكون منعما ونحن على جمر القضاء نتقلب أترضى مع الجاه العريض ضياعنا ونحن إلى آتاب بابك نوسب إذا كنت محمود المقام يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله إذا كنت محمود المقام فإننا على ثقة أليس منا مخيب
دعوتك فلبيناك سمعا وطاعة لبيك رسول الله لبيك رسول الله وحاشاك يا سيدي حاشاك أن ندعوك ثم نخيب رقت عيناي شوقا ولطيبة ذربة اشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة ذربة اشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا قلب بالحق تعلق وبغار عراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأداه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا قمر زدنا النبي قمر
خذها دليلا الله الله دفل في البحر أضحت سلسبيلا دفل في البحر أضحت سلسبيلا دفل في البحر أضحت سلسبيلا وصار لصحبي شهدا مدى حتى أجلو لكم أرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما أنا ونضور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج بي مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن نور المسون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آله فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية
في تمام حمله فلما اشتد ينطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله سبحان الله I
Ya Allah, bina Allah.
فعليك الله صلى دائما دون الدهور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. ولد الهدى ولد الهدى فالكائنات ضياء وفاه الزمان تبسم وفاه الزمان تبسم وسناء للدين والدنيا به بشرى يوم يثين على الزمان يوم يثين على الزمان وانتضوعت مسكا بك الغضراء يا من له الأخلاق ما له العلا يا أخلاق ما لك والعلا منها وما يتعشق الكبراء زالت كم بالخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويهنع الكرماء إن دنت فضلا لا يطاع لمرسل والله والله يؤتي الفضل كيف يشاء لك يا محمد بالقيامة صعدة وشفاعة وسعادة ولواء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا كان خلق القرآن وشيمة الغفران ينصح للإنسان ويفسح في الإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا ضيع حق الله لم يكن أحد لغضبه من رآه بديهة هابا وإذا دعاه المسكين أجابا يقول الحق ولو كان مرا ولا يغمرك لمسلم غشا ولا ضرا من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلى ثمر وإذا تبسم تبسم عن مثل حب الغمام وإذا تكلم فكأنما الدر يسقط من ذلك الكلام وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه وإذا جلس في مجلس بقي طيبه فيه أياما وإن تغيب ويوجد منه أحسن طيب وإن لم يكن قد تطيب وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزهر وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أوان الظهر وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وكان يرفق باليتيم والأرملة قال بعد واصفيه ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله أحسن من رسول الله أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.